الاخت خديجه بايثون نقدر ندير بها ويب سايت، بايثون تقدري ديري بها ويب سايت، تقدري ديري بها ويب سيرفيس، تقدري ديري بها ويب اب، اي حاجه يعني اي بروجي ويب تقدري ديريه بالبايثون، خاصه بالجانجو فريم ورك. جانجو فريم ورك توب ديال الويب سايت. الاخ شوبينغ، ما هي المكتبات التي يجب دراستها في بايثون من اجل تطوير تطبيقات الاندرويد؟ اخ شوبينغ اونلاين، هاد المساله راه غنحط ليست حيت هما راه كثار بزاف، يعني المكتبات ديال الاندرويد راه كثار بزاف في البايثون، كثار بزاف وكل وحده وعندها دور، فان شاء الله فاش غادي نوصلوا لهاد المساله غنحط كاع المكتبات اللي تنعرفهم، اما حيت ما يمكنش نعرف كاع المكتبات انا. الاخ محمد، شنو هو الدور ديال المكتبات؟ الاخ محمد، احسن حاجه كاينه في لغه برمجه بايثون هي المكتبات. شوف في دي بروجي كاين بعض الامور، بعض الاعمال اللي خصك اسبوع باش ديرها عن طريق بعض المكتبات، تدير ديك الاعمال في نهار ولا في ساعه، ولا المكتبات تتختصر الوقت. المكتبات في لغه برمجه بايثون تتوفر لك يعني دي زوبسيون، تتوفر لك دوال، تتوفر لك دي فونكسيون، تتوفر لك اوامر برمجيه اللي تتختصر عليك الوقت لاقصى حد. المكتبات في لغه برمجه بايثون هي القدره اللامحدوده لغه برمجه بايثون. شوف اللي شفنا القدره ديال لغه برمجه بايثون بوحدها نعتبروها مثلا 1%، لزدنا عليها المكتبات على لغه برمجه بايثون غتزاد القوه ديالها 99%. المكتبات تضيف دوال ما كايناش في اللغه، المكتبات تضيف اوامر برمجيه ما كايناش في اللغه، المكتبات في لغه برمجه بايثون تتختصر الوقت ديال العمل يعني عشرات بل مئات المرات. المكتبات تتعطي لغه برمجه بايثون خصائص ما كانتش كاينه فيها اصلا، وتتعطي لغه برمجه بايثون والمبرمج امكانيات ما كانتش عنده اصلا بلا ديك المكتبات. فالمكتبات هي القوه الخارقه ديال لغه برمجه بايثون. الاخ هنري، اخي عبد الكريم، اشتقنا لدروس الاستراتيجيه التسويقيه المفصله، نديروها ان شاء الله، نديروها ان شاء الله، غادي تجي معنا ما كاينش مشكل، طرح عليا اي سؤال ان شاء الله هنا في الاستراتيجيه التسويقيه ونتكلموا عليها ما كاينش مشكل، والدروس نتاع الاستراتيجيه التسويقيه المفصله غنطرقوا عليها ما كاينش مشكل، غتجي حتى هي الوقيته ديالها، الموسم عاوتاني غيجي. الاخرين لايف، كيفاش نعرفوا المنتوج المربح ومنافسه قليله في امازون؟ اخرين لايف، انا يعني حاليا في امازون حيت انا قديم شويه، يعني العلاقه ديالي بامازون كانت في 2009 2010، ف وكنت يعني قريت الامازون وخدمت فيها واحد الفتره قصيره. فبالنسبه انا نقول لك، انا بالنسبه ليا في رايي الشخصي، من خلال دراسات السوق، من خلال الماركت ريسيرش، انا تنفضل حتى في المنتجات امازون نعتمد على جوجل ادورد كيورد بلانر. جوجل ادورد كيورد بلانر فين ما تنطيح عليه، نطيح فيه على دي كيورد اللي المنافسه ديالهم قليله والطلب عليهم كثير، تمشي لامازون تبقى تيستي في دوك لي كيورد، تتبدا تلقى منتجات عندهم نفس الخصائص ديال دوك لي كيورد. فنتمنى تاخذ عندي هذه الفكره وتعرفها مزيان. لي كيورد اللي عندهم يعني عندهم معدل بحث عالي ومنافسه قليله، راه نفس الشيء في المتاجر الالكترونيه وفي في بلاتفورم ديال الاي كوميرس، راه تلقاهم عليهم طلب كبير ولكن المنافسة عليهم قليلة. فالكيورد ديما تيلمح المنتجات اللي كاينة في السوق. هذه القاعدة تنطبق على امازون، تنطبق بالنسبة لي على ايباي، تنطبق على الكليك بانك وعلى اغلب يعني اغلب لي بلاتفورم لي ماركت بليس. الاخت خديجة، شنو هو جانجو؟ جانجو هو واحد الفريمورك نترجموه بالعربية اطار عمل، المهم فريمورك اطار عمل كاين في البايثون، تتخدم به خاص بانك تشتغل تصاوب به لي سيت ويب، المواقع الالكترونيه، وتصاوب به الويب ابس، فهمتيني؟ الويب ابس يعني تطبيقات الويب. فجانجو يعني هو واحد العالم واسع في البايثون. شنو نقدروا نقولوا؟ ها انت مبرمج متخصص في لغه برمجه بايثون وتلقاك متخصص فقط في جانجو، تخيل جانجو بوحدو ممكن تكون متخصص فيه، وتمشي وتبقى تضرب في المواقع نتاع الفريلانسين غير لي تاسك ديال جانجو، يعني كما تنقولوا الارباح ديالك غير من لي تاسك ديال جانجو. الاخ كيكو يسال، خويا نصنع محتوى تعليمي وجمعت بزاف ديال المهتمين بمحتواي، قول لي متى نقدر ندير لهم دروس مدفوعه وكيفاش نضمن كامل يشري، وما هي الاستراتيجيه المثاليه باش نبيع؟ مرحبا الاخ كيكو، مثلا انا نعطيك من التجربه ديالي الشخصيه، يعني انا من نهار بديت في الويب بديت على واحد الاساس، كنت اول حاجه يعني كما تنقولوا تنقري الاي ماركتينغ يعني بريفي. فاش دخلت على الويب يعني مشيت على نفس المنهجيه، اي انني في الويب من يعني من الدقه الاولى، ماشي بديت مثلا غير على اليوتيوب، ما عندي حتى شي فورماسيون بروفيسيونيل
يعني تنبيعها او حاطها في السوق او في هذه الامور. لا، دخلت الويب من اول نهار، عندي دي فورماسيون بروفيسيونيل ديالي وعندي دي فورماسيون بوبليك. فاللي غنصحك به اخ كيكو، انك في القناه ديالك اليوتيوب غادي تحط دي فورماسيون بوبليك بحال اللي تندير انا، غتحط في القناه ديالك غتحط دي فورماسيون بوبليك يعني في ذاك التخصص اللي انت تتهضر فيه، ثم يعني غتشير يعني غتبقى تشير في الفيديوهات ديالك انه راه كاينين عندك دي فورماسيون بريفي، مثلا حطيتي فورماسيون بوبليك نفترضوا حطيتي فورماسيون بوبليك في سي بي اي، ديما نبه المشاهدين ديالك في القناه انه راه عندك فورماسيون بريفي في سي بي اي، راه المجال ديال الاي ليرنينغ مزيان، مجال التعليم عن بعد، مجال المجال المتعلق بالتوتوريال، فهمتيني مزيان، لكن تيخصك انا نختصره لك في كلمه واحده، في القناه ديالك بوبليك اللي عندك على اليوتيوب بين الكاليتي ديالك، يعني وري الناس الكاليتي ديال الكونتوني ديالك. علاش؟ لان الناس يعني الناس كل ما شافت الكاليتي ديال الكونتوني ديالك، بحال دابا كمثال الناس كتدخل تشوف لا فورماسيون ديالي ديال البايثون، لا انت لقيتي راسك في لا فورماسيون ديالي ديال البايثون وحسيتي ان الاسلوب ديالي التعليمي، حيت انا نقول لك واحد المساله، شي في السوق راه ما كاينش انا مزيان الاخر خايب، انا واعر على هذا هذا واعر عليا، لا، راه الناس اللي تتقرا وتتعلم اونلاين تدخل عندي تتقرا تشوف لا فورماسيون ديالي بوبليك، ارتاح للستيل ديالي، لقاني تنفهمو، لقى مثلا داكشي اللي تنشرحو، حيت دابا حنا راه ما تنعلموش شي حاجه غيبيه، لا، تنعلمو واحد الحاجه تكنيكليه، بروغراماسيون، علم واضح تقني عنده مبادئ قواعد دوال اوامر برمجيه. فهاد الامور كما تنقولوا بحال فيها واحد نوع الاذواق، كاين الناس تترتاح للشرح ديالي، تتشوف لي فورماسيون بوبليك ديالي تتقيد في لي فورماسيون بريفي باش يعني باش تزيد تعمق وباش تولي بروفيسيونيل، فهمتيني؟ هذا هو الاساس. فانت نعطيك يعني سكري واحد النجاح في هذه المساله، الطريقه ديالك والكاليتي ديالك بينها في القناه ديالك، في لي سيري اللي تتحطهم في السلاسل التقنيه، في السلاسل التقنيه. زائد حاجه اخرى، ما تكونش مشتت في القناه ديالك، ماشي انت تتقري واحد التخصص تبقى دير لهم حتى اخبار التكنولوجيا الجديده وهاد الامور، لا، حاول تبعد على هاد الامور، انت انسان متخصص في قناتك، هضر على تخصصك. علاش؟ حيت الناس اللي مهتمين بتخصصك راه هما اللي غيجيو كما تنقولوا يشتركوا في لي فورماسيون ديالك بريفي ويمشيو معاك فيهم، اما الا كنتي تدير التشتت غيبقاو يجيو عندك ناس يقلبوا على الاندرويد، ناس يقلبوا على الايفون، ناس باغيين حل باس خسر ليهم، ناس، فهادو راه بطبيعه الحال راه ماشي انتريسي بالتخصص ديالك، ما عندهمش واحد الغرض بانهم يديروا دي فورماسيون مثلا بروفيسيونيل، هما اصلا ما باغيينش يوليو بروفيسيونيل، تيقلب على معلومه حل مشكلته ويدوز. فانت حاول شويه حتى في الجمهور ديالك تكون مستهدف، هذا هو الاساس. فركز بالكاليتي ديالك، ما تشتتش المحتوى. الاخ حسن تيسول، عندك دوره خاصه بالتسويق الالكتروني؟ الاخ حسن، ما عنديش دوره خاصه بالتسويق الالكتروني، عندي دورات خاصه بالتسويق الالكتروني. فالاخوه اللي تيسولوا على لي فورماسيون بروفيسيونيل ديالي ديال التسويق الالكتروني او ديال البروغراماسيون، فهمتيني، او لي سوفتوير ديالي بروفيسيونيل، فغادي تدخل على الديسكريبشن ديال هاد اللايف، تدخل على الديسكريبشن ديال هاد اللايف، وشنو غادي دير؟ غتهبط للواتساب ديالي وغتراسلني في الواتساب غتقول لي اين فورماسيون بروفيسيونيل بالضبط بغيتي، واش ديال سي بي اي، واش ديال بايثون، واش ديال ايميل ماركتينغ برو، اين فورماسيون بروفيسيونيل بالضبط بغيتي، حيت في الواتساب تنصيفط للناس لي فيش تكنيك ديال لي فورماسيون بروفيسيونيل اللي كاينين. الاخ امين، واش تعلم لغه البايثون يغنيك عن استخدام مواقع كليك فانلز؟ اخ امين ركز معايا، تعلم لغه بايثون يمكنك من صناعه الويب اوتوميشن اوتو بيلوت، تعلم لغه البايثون يمكنك من الويب اوتوميشن يعني من صناعه الاوتو بيلوت. فالاوتو بيلوت راه يعني قلب غير في جوجل، الاوتو بيلوت راه قوه خارقه في مجال التسويق الالكتروني، يعني التمكن ديالك من لغه بايثون وبالاخص في وسط لغه بايثون الويب اوتوميشن، وهادشي اللي تنتكلم عليه راه ما صعيبش الاخوه، لغه برمجه بايثون راه ما صعيباش، راها لغه زوينه بروفيسيونيل، وبقوه ما يعني بقوه ما تتعجبني
تنقول انه لغة بايثون راه حتى الاطفال يقدروا يتعلموها. الاطفال يقدروا يتعلموا لغة برمجة بايثون، لانني اول مرة تنشوف لغة يعني عندها هذا القرب من الواقع، قرب من الواقع يعني حقيقية لاقصى درجة. ما تنقولش ان اللغة ديال جافا سي شارب سي بلس بلس ماشي واقعيين، لا هما واقعيين، ولكن لغة برمجة بايثون راه بحال شي حاجة غريبة، راه بحال تتهضر بالدارجة. وش نقولوا اي حاجه يعني، ما خلات حتى شي تخصص الا ودخلات ليه. لغه برمجه بايثون راه دخلت للميديسين، للطب، دخلت للويب اوتوميشن، دخلت لهندسه المعادن، دخلت لشي حوايج ما يمكنلكش تخيلهم. يعني دخلت حتى اش غنقول لك لانجينيوري دو سون، هندسه الصوت، حتى هي دخلت لها لغه برمجه بايثون. تخيل معايا الكمبيوتر فيجن، الكمبيوتر فيجن الذكاء الصناعي، الاي اي الذكاء الصناعي حتى هو دخلت ليه لغه برمجه بايثون. انا بالنسبه ليا المستقبل ديال التكنولوجيا ديال السوفت وير في البشريه تنشوف، والله اعلم، انا تنشوف يعني راي شخصي والله اعلم، هو لغه برمجه بايثون. لانني ما عمري ما شفت شي لغه اكتسحت لهذه الدرجه اللي اكتسحت هذه اللغه، زائد انها راه ماشي لغه جديده، راه قديمه، راه قدم من جافا، راه بايثون قدم من لغه جافا باش نكونوا واضحين. راه كاين جوج لغات اللي قدم منها، سي والسي بلس بلس، اما حتى السي شارب راه ماشي قدم من البايثون. الاخ حسن، الراي ديالي في الدومينات والاستضافات المجانيه. بالنسبه للدومينات والاستضافات المجانيه اخ حسن، الدومينات المجانيه المشكل ديال السيو باش نكونوا واضحين، الدومينات المجانيه ما غيعطيوكش السيو. يعني كما تنقولوا الدومينات المجانيه ما غيكونش عندك واحد الامل انك تطلع في نتائج محركات البحث. الاستضافات المجانيه المشاكل ديال الحمايه، المشاكل ديال الحمايه، المشاكل ديال الحمايه من اخطر الحوايج في سميتو في الهوستينج المجاني، المشاكل ديال الحمايه، الكاليتي والسرعه، التاثير ديالو حتى على السيو، التاثير ديالو حتى على السيو، كذلك القابليه الانستالاسيون، يعني ماشي اي حاجه ممكن تانستاليها فيه. فهادو هما المشاكل ديالو. فنصحك بقى مع الاستضافات المدفوعه. انا تنفضل في بلاصه ما دير الاستضافه تنفضل الفي بي اس، الفي بي اس الفيرتشوال برايفت سيرفر، تنفضلو بزاف حيت سريع وتيختصر الوقت وفيه تطبيقات واجدين، الوورد بريس واجد، كل شيء واجد. الفي بي اس تنفضلو في هذه المساله الاستضافه. الاخ هنري، اخ عبد الكريم، كيفيه حمايه مشاريع البايثون من الهندسه العكسيه وسرقه الكود سورس؟ وسؤال اخر، ما هي طرق التسويق الواعده لسنه 2021؟ الاخ هنري، السؤال ديالك رائع، السؤال ديالك رائع، كيفيه حمايه البرامج من الهندسه العكسيه؟ انا غنعطيك واحد سيكسيون تقنيه غتقراها، غنعطيك السميه ديالها، غنعطيك السميه ديالها غتقراها، غتولي تحمي البرامج ديالك من الهندسه العكسيه الى اقصى حد، الى اقصى حد. والاخوه اللي تيتابعوني راه عارفين انه يعني الحمد لله وبفضل الله البرامج ديالي من اصعب الاشياء في الهندسه العكسيه، يعني الى يومنا هذا من اول برنامج خرجته الى يومنا هذا كما تنقولوا حتى شي واحد ما وقعت ليه هندسه عكسيه او وقع ليه كراك او هاد الامور، رغم ان كاين ناس خداوه وداوه للسيو كلاركس باش يعني شي مبرمجين هنود يقوموا بالكراك ديالو هاد الامور، لكن ما يمكنش. علاش؟ انا نعطيك الامر بسيط، راه ماشي حيت يعني لشي ذكاء عندي ولا شي حاجه، لا الامر بسيط للغايه. غتمشي غدرس الاوبفيسكي، الاوبفيسكيتينغ، الاوبفيسكيتينغ، اوبفيسكيتينغ، نقدروا نقولوا بالعربيه، نقدروا نقولوا التشفير. فتنقول الاخوه انه، سمحوا لي نسد واحد لافينيتر، انه الاوبفيسكيتينغ، الاوبفيسكيتينغ تيحمي. يعني الا مشيتي قريتي الاوبفيسكيتينغ واحد الاسبوع، اسبوع واحد، تخيل معايا اسبوع واحد تقرا الاوبفيسكيتينغ، غتولي برامجك من اشد البرامج استعصاء على الهندسه العكسيه. كتب مثلا غير هاو تو اوبفيسكيت بايثون سكريبت، هاو تو اوبفيسكيت بايثون، عرفتي غتلقى في المكتبات. راه خد انت حاجه وحده وقراها لمده سيمانه، مثلا خد تكنيك واحد الاوبفيسكيتينغ وقرا لمده اسبوع. انا ان شاء الله يعني في الدوره ديالي ديال بايثون راه غنوصل لكم في شي وقيتات لهذا الشيء، غتجيبنا الرحله في هذه الامور ديال الاوبفيسكيتينغ، انت انك تحمي البرامج ديالك ما تخليهاش دار لها هندسه عكسيه، تصاوب لها سيرفر الحمايه، تصاوب لها سيرفر ديال السيريال،
قاعد الامور ان شاء الله راه غادي مستقبلا، لكن الاوبفيسكيتينغ كانت هي النقطه، يعني نقطة الانتصار ديالي على الهندسة العكسية في المسيرة ديالي في البرمجة. وبطبيعة الحال وقتاش كانت هذه النقطة؟ أنا هنقول لك الأوبفيسكيتينغ، يعني وقتاش كما تنقولوا تعرفت عليه وقريته في فترة قصيرة. تنظن الأوب، خلينا من داكشي ديال الهوات، الأوبفيسكيتينغ الهوات، لا الأوبفيسكيتينغ بروفيسيونيل، بروفيسيونيل 2009 ولا 10، 2009 2010، يعني فين نقولوا عطيت راسي للاوبفيسكيتينغ. وما تيديش وقت كبير، ما تيديش وقت كبير، يعني في اسبوع ضرب الاوبفيسكيتينغ هو هذاك. الاخ غرام محمد تيسول واش كليك بانك يمكن لك تخدم فيها ايميل ماركتينغ؟ الاخ هنري تنظن ما كملتش الاجابه على السؤال ديالك. الاخ غرام محمد كيسول واش كليك بانك يمكن تخدم لك فيها ايميل ماركتينغ. اخ غرام محمد، كليك بانك اكثر حاجه خدامه فيها هي الايميل ماركتينغ. الاجابه ديالي باختصار، كليك بانك واش ممكن تخدم فيها ايميل ماركتينغ؟ كليك بانك اكثر حاجه خدامه فيها هي الايميل ماركتينغ. شوف سي بي اس او سي بي اي اكثر حاجه خدامه فيهم الايميل ماركتينغ. حنا في لي فورماسيون بروفيسيونيل ديالنا علاش تنقريو غير الايميل ماركتينغ؟ الناس اللي تنقريوهم سي بي اي، علاش ما تنقريوهمش تكنيكات السوشيال ميديا؟ علاش ما تنقريوهمش مثلا التكنيكات ديال السيو؟ تنقريوهم غير تكنيكات الايميل ماركتينغ. شوف الايميل ماركتينغ انا بالنسبه ليا جماعه واوعى في التسويق الالكتروني، ميثود قويه بزاف، ميثود ما معرضاش للميزاجور بزاف، ما معرضاش للميزاجور، يعني لي ميزاجور ديالها قلال اقصى حد، تكنيك ستابل، ف يعني لا رجعتو لشي 100 بث مباشر سابقين قلتو، ما تلقاش شي بث مباشر الا تنقول لك التسويق الالكتروني الحاجه رقم واحد فيه بالنسبه ليا هي الايميل ماركتينغ، الحاجه اللي الاكثر ثبات وستابل فيه هي الايميل ماركتينغ، الحاجه اللي تجيب اكبر النتائج في التسويق الالكتروني، وراه تيقولوها الخبراء ديال التسويق الالكتروني، ماني از ان ذا ليست، اغلبهم تيقولها هي الايميل ماركتينغ. الاخ عبد الصمد، الاخ عبد الصمد خويا شنو بان ليك في ام كيو ال 4 واش هي احسن في تريدينغ اوتوميت ولا بايثون؟ خويا انا في تنشوف حيت ها انت، انا اولا في تريدينغ ماشي قوي، هذه رقم واحد، لكن فاش تنبقى ندخل نقرا مثلا في بلايص وتنبقى نتصادف مع ناس عندهم مشاريع ديال تريدينغ، تدخل نبقى نقرا على يعني دي بروجي جداد، وتتصادف مع ناس تيهضروا على دي بروجي تريدينغ وتنقرا الحوار كامل، راه تلقى الاغلبيه تيقولوا البايثون توب من ناحيه تاع انه تصاوب تريدينغ اوتو بيلوت، وهذا الشيء يعني سميتهم اللايبراريز، المكتبات راه هما اللي تيلعبوا كما تنقولوا الدور ديال قلب الهجوم في هذه المساله. علاش؟ حيت جات ناس وطورات مكتبات خاصه بالتريدينغ في البايثون، فهمتيني؟ فانا اللي سولتيني غنقول لك البايثون، وفاش غتدخل راه كاين ناس دايرين كورسات اونلاين خاصين غير بالتريدينغ اوتو بيلوت، يعني تريدينغ اوتوميشن، راه كاينين كورسات اونلاين، انا بعدا ما عنديش، ما دايرش كورسات ديال تريدينغ التريدينغ اوتو بيلوت، ولكن كاين ناس دايرينهم، حيت انا ماشي التخصص ديالي تريدينغ ما يمكن ليش نقرب ليه، لكن اللي غنصحك به بايثون بايثون بايثون، ما تضيعش وقتك في حاجه اخرى، لان كما تنقولوا بايثون كبار من الحوايج الاخرى واكثر توسع. الميزه ديال علاش بايثون اكثر توسع، دابا المجتمع ديال الكوميونيتي ديال تريدينغ في بايثون راه كبيرة، راه تيكريو لايبريز، تيكريو مكتبات، دوك المكتبات راه غيختصروا الوقت لأقصى حد، وكل نهار داكشي تيتطور. بغيتي تركب ديك الموجة التطور عليك بالبايثون، عليك بالبايثون باش تمشي بسرعة أكبر. أما الإم كيو ال اللي قلتي الإم كيو ال 4 ما عنديش فكرة عليها، بايثون مازال عندي فكرة عليها، ولكن الإم كيو ال 4. الاخ حسن انزي اش بان لك البيتكوين وصل 30 مليون؟ خويا حسن انا نقول لك الراي ديالي الشخصي، الراي ديالي الشخصي في البيتكوين او يعني العملات القريبه منه، العملات الرقميه القريبه منه، ما اش غادي نقول لك داك، ما تنقدش نلقى واحد لا لوجيك تطلع والهبطه، فهمتيني؟ هادشي اللي تيخليني بعيد على البيتكوين الايثيريوم وهاد الامور، ما تلقاش اون لوجيك تطلع والهبطة، هادي هي الاشكاليه ديالي، واللي مشى تلقى اللوجيك يقولها لي ماشي مشكل. هادشي اللي تيخليني شبان ليا في البيتكوين وصل 30 مليون، يوصل اخي حتى 100 مليون
انا شنو بقى بعيد راه هادشي انا نقول لك سر السرعه في التطور والنجاح، واخا تبان شي حاجه تتربح بزاف ما تنشوفش الجهه، تنبقى في التخصص ديالي. علاش التخصص ديالي؟ انا غادي معاه مدى الحياه. انا بديت تسويق الكتروني برمجه، ابقى غادي تسويق الكتروني برمجه وتنتطور معاهم، كل ما تطوروا غنتطور معاهم الى ما شاء الله، فهمتيني؟ ما واخا تبان شي حاجه هذه الحاجه مربحه اكثر، اما هذه الحاجه مربحه اكثر، ما تنفكرش انا في المربح اكثر، لا تنفكر في انني نكون كما تنقولوا متمكن اكثر، فهمتيني؟ متمكن اكثر. اما هذه المجالات راه كلها مربحه، راه البرمجه مربحه، التريدينغ مربح، الافيليت ماركتينغ مربح، السي بي اي مربح، هذا الشيء كامل مربح، فهمتيني؟ ماشي اللهم خليني في الحاجه اللي تنقراها، ماشي انا حاجه غنقراها وناخد فيها الماستر وناخد فيها الدكتوراه وناخد فيها كذا وشويه نرجع نبدا من بيت الاول في حاجه اخرى بعيده عليها ما تتعاوننيش فيها. لا، نقرا تخصصات تتعاوني في هادشي اللي تنديرو دابا، نقرا تخصصات جديده عليا لكنها تتنتمي للمجال ديالي وتتعاوني في خدمتي دابا، لكن نخرج للجنب ونمشي لا، ما غنضيع الوقت. بحال بديت تنحفر في شي بير وتا مثلا وصلت للماء وزدت فونديت، فهمتيني؟ وبديت كاع انا تنوصل شي بلاصة للبترول ولا شي حاجة، ثم نخرج ونبدا نحفر في بير جديد، وشنو معنيتها؟ ما عندها حتى معنى. الأخت خديجة، كيفاش نقدر نجمع الإيميلات ببايثون؟ غتستخدمي أخت خديجة المكتبة ديال بيوتيفول سوب، يعني أكثر مكتبة سامبل وسهل القراية للمبتدئ وتتساعد المبتدئ بزاف هي البيوتيفول سوب. وهذا الشيء بطبيعة الحال حنا غيجي معانا نيت في على مستوى لي فورماسيون ديالنا، خاصة لي فورماسيون بروفيسيونيل. حنا نقدروا نقولوا في لي فورماسيون بروفيسيونيل ديالنا غنديروا السيلانيوم، السيلانيوم. المهم البيوتي في السوب سهله بزاف، مكتبه البيوتي في السوب لو بغيتي تصاوبي اخت خديجه الايميل اكستراكتور غتخدمي في البايثون بمكتبه البيوتي في السوب، لكن لكشي كتميتريزي لي برانسي يعني البيزكس ديال البايثون، الا ماكشي كتميتريزي في البايثون ها انت شو قبل ما تخدم باي مكتبه في البايثون. انا نقول لكم الناس تتغريها المكتبات وتتعجبها المكتبات بزاف، حيت المكتبات البايثون قويه وعندها وظائف اللي كما تنقولوا بزاف الناس يشوفوا فيها بزاف الارباح، متفقين؟ المكتبات مربحه هي وتدير شي حوايج في الاونلاين بيزنس اللي واعره، لكن شوف في البايثون لما كنتيش ميتريزي البيزك داتا تايبس، لما كنتيش ميتريزي الليست يونت، لما كنتيش ميتريزي اللوبس يونت، لما كنتيش ميتريزي الكونديشنالز، لما كنتيش ميتريزي الدكشنريز، لما كنتيش ميتريزي الوايل لوبس، لما كنتيش ميتريزي الفانكشنز، لما كنتيش ميتريزي الكلاسز، كاع المكتبات ما غتقدش تمكن منهم. باش نكونوا واضحين، الا ما كنتيش ميتريزي هاد الامور هاد لي تيم، دابا هاد لي تيم اللي هضرت عليهم كاملين هاد السيفات لي تيم، شحال الوقت خصك باش تميتريزيهم؟ راه غير 3 موا، راه غير 3 شهور تميتريزي هاد لي تيم كاملين. دابا انا فاش هضرت لك في هاد لي تيم كاملين تسحب لك شي عام زعما باش تميتريزيهم في البايثون، راه غير 3 موا، راه غير 3 شهور تميتريزي هاد لي تيم اللي هضرت فيهم كاملين، وزيد عليهم حتى السيلانيوم يلاه. فباش نكونوا واضحين هاد لي تيم اللي تنتكلموا عليهم راه هو هادشي عاوتاني اللي تيعجبني في البايثون، انه بامكانك تقراها بواحد كما تنقولوا في واحد الفتره وجيزه، على عكس مثلا سي شارب او جافا. سي شارب او جافا غيمحنوك باش تقراها مقارنه بالبايثون. الاخ اندرويد تيقول ولكن الايميل ماركتينغ طيح الرسائل بزاف في السبام. خويا اندرويد بالنسبه لواحد المساله، السبام راه عنده علاقه بالوارم اب بالدرجه الاولى، بالوارم اب الا كان عندك تكنيك مزيان في الوارم اب. شوف سبام، خذوا من عندي هذه القاعده في الايميل ماركتينغ، سبام فينا فينا ما كاينش فيه الهضره، لابد كاين سبام. لذلك كاين بزاف ديال الاخوه والاخوات، راه كاين اخوه واخوات ارباحهم كلها غير من 10% انبوكس، غير من 10% انبوكس، هادو ناس ما تديرش الوارم اب. انا تنقول بالوارم اب، بالوارم اب راك تقد تفوت 50% انبوكس، بالوارم اب الاخوه بالوارم اب ركزوا معايا، بالوارم اب راك تقد تفوت 50% انبوكس. فخص غير التكنيك ديالك الوارم اب والكونتنت ديالك ديال الكامبين يكونوا مزيانين، فلا كانوا مزيانين راه غادي تطلع الانبوكسين ضروري ما فيهاش الشك. كذلك باش ما نغفلوش واحد الجانب، الاخوه اللي تيخدموا بالريبورتين، الريبورت راه هادشي كامل شرحته في فيديوهات باش نكونوا واضحين في هذه القناه. فاللي تيخدموا بالريبورتين حتى هو راه افيكاس، لكن اهم منه انا تنبه ديما اهم من الريبورتين الوارم اب. الوارم اب الاخ حسن، الاخ حسن لا سيرتيفيكا لا، حيت اونلاين، اونلاين راه 99% لي فورماسيون اونلاين راه ما تيكونوا يعني حتى
لي شتي اونلاين فورماسيون اونلاين بسيرتيفيكا راه ماشي لوجيك. دروك خدي نقدر نجمع اي ايميليست بايثون بطبيعه الحال، اي ايميليست تقدر يجمعها بايثون ما كاينش مشكل، لانه راه لوتو بيلوت هذاك، راه لوتو بيلوت راه ما كاينش شي حاجه تتوقف ضده، بالاخص لكشي كتميتريزي المكتبه اللي غتخدمي بها. الاخ هنري، ما هي تقنيه سكرابينج داتا لجلب الايميلات وهل هي فعاله في التسويق؟ الاخ هنري، تقنيه سكرابير من اكثر ناري شكرتي، لا اله الا الله. تقنيه سكرابين، الويب سكرابين، راه ماشي غير الايميل ماركتينغ هذيك تطليق، راه اي بيزنس اونلاين، اي بيزنس اونلاين سكرابين تيلاق ليه، ما كاينش شي بيزنس اونلاين ما تيتلاقاش مع الويب سكرابين. الويب سكرابين تيختصر الوقت لاقصى حد، شي كاين خدمات تنديروهم في الاونلاين بيزنس تياخدو منا شهر بالاوتو بيلو. دابا هاد الويب سكرابين اللي ذكرتي تيخلي داك الخدمات شهر تقدر دار غير في 48 ساعة بسبب الويب سكرابين، بسبب الويب سكرابين. فالويب سكرابين اللي قلبتي عليه في جوجل راه غتلقى البحار ديال الويب سكرابين، ما غتلقاش كاين غير في البايثون. هاد الويب سكرابين حتى شي لغة برمجة ما خطاها، لكن هو نقطة القوة ديال الويب سكرابين انك ما تتكونيكتش به غير الداتا ديال الايميل، داتا الايميلات، داتا التليفونات، داتا الاحصائيات، داتا الكيورد، داتا الماركت ريسيرش، داتا ديال كما تنقولوا الداتا ديال الميديا، الايماج، داتا الفيديو، داتا ديال سميتو ديال سبايدرز، العناكب، محركات البحث، داتا السيو. راه الويب سكرابين راه الله يحفظ، فهمتيني، شي حاجه اللي توب ديال توب ديال توب ديال توب، راه المقالات عليه في المدونات الاجنبيه والفيديوهات عليه لعلك ترضى. لكن كما تنقولوا الويب سكرابين، الويب سكرابين يعني هو من التوجهات كأي حوايج في بايثون، من الحوايج اللي شيء البيوتيفول سوب، البيوتيفول سوب على السهوله ديالها. علاش مديوره هذاك البيوتيفول سوب، مكتبه البيوتيفول سوب في البايثون؟ راه مديوره على الويب سكرابين بالدرجه الاولى، وما على صنعوها النهار الاول. الاخ ايصاب، اسهل مكتبه في الويب سكرابين هي البيوتيفول سوب. من اقوى المكتبات في الويب سكرابين في البايثون هو سكريبي، سكريبي كذلك بابيتر، لكن سكريبي قوى منهم كاملين في الويب سكرابين. الاخ حسن، ما هو المجال الاكثر ربحا في الويب في السنوات الاخيره؟ المجال الاكثر ربحا في الويب في السنوات الاخيره هو الويب اوتوميشن. وشنو اللي غيمكنك من الويب اوتوميشن؟ هو لغه برمجه بايثون، باش نكونوا واضحين. جيد، بالنسبه للافيليت ماركتينغ ماذا تفضل؟ وان تايم بيد كوميشن ولا ريكورين كوميشن؟ واش ريكورين كوميشن ولا وان تايم بيد؟ اخ امينوس، واش تنفضل الريكورين كوميشن ولا بيد وان تايم؟ اخويا امينوس، انا نقول لك واحد المساله، انا بالنسبه لي شوف راه ما تنعتمدش على هذا المعيار في اختيار المنتج في الافيليات نتاع الريكورين ولا الوان تايم، لا، كون ما شفت المنتج ملائم للايميل ليست. انا المعيار اللي تنبازي عليه بزاف المنتج اللي ملائم للايميل ليست ديالي، داك المنتج اللي غيتقبلوه الناس كثر اللي في الايميل ليست ديالي، كما تنقولوا تارجيتد، مستهدف بزاف وتيحل لهم مشاكلهم، هذاك هو اللي تنعزلو، هذاك المنتج هو اللي تنعزلو. اما زعما واش ريكيورين ولا وان تايم، هانيه وان تايم مرحبا، ريكيورين مرحبا، ما عنديش مشكل، ما هذا المعيار ما تيحركنيش زعما من الناحيه ديال تارجيتين، هو اللي تيحركني. لكن المنتج كما تنقولوا تيقيس الجمهور ديالي في القائمه البريديه في الصميم، هو اللي تنعطيه ليهم، حيت هو بطبيعه الحال اللي غيفيدهم اكثر، وهو اللي غيشريوه اكثر، وهو اللي غنقدر نربح منه انا اكثر. فالتارجيتين هو كل شيء. ما يعني خلاصه القول عندي انا راه ما تنميش بيناتهم، يعني انني نتخلص فيه غير مره ولا مثلا يبقى كل شهر يجيب ليا، لا، عندي اي حاجه طاحت ما كاينش مشكل، المهم تكون تارجيتد لاقصى حد. والكاليتي فين ما تنشوف مثلا شي منتج كاليتي بزاف ويعني افيكاس هو اللي تنفضلو. الاخ اندرويد، والسكريبين هو الاختراق؟ لا 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 لا، الاخ اندرويد سكريبين ماشي هو الاختراق، سكريبين هو الداتا اكستراكشن، داتا اكستراكشن. سكريبين هو تقنيه ما كايناش غير في لغه برمجه بايثون، كاينه في كاع لغات البرمجه، لكن لغه برمجه بايثون تفوقات بالمكتبات ديالها في سكريبين لاقصى حد. سكريبين هو صناعه روبوتات تستخلص المعلومات من الويب، فهاد الروبوتات اللي تستخلص المعلومات من الويب تتعتمد تقنيه الويب سكريبين.
الاخ ايساب يقول هناك برامج جاهزه ويب سكريبين ويب اوتوميشن، فهل تغني ام الافضل تعلم لغه البرمجه لتطبيق ذلك المساله؟ لا علاقه بالوقت. اخ هانتا، اخ ايساب هانتا، شوف كنتي باغي تشري اللوجيسيال. دابا حنا اون جينيرال في الويب، من نهار بديت انا في الانترنت، الناس اللي ما فيها مثلا ما تعلم كيفاش تبروغرامي لي لوجيسيال، انا موفر في السوق اليوم لي لوجيسيال باش يشريوهم. يعني انت باغي ما فيك ما تعلم هادي، اش غنقول لك؟ براحتك، ماشي غنبزز عليك نقول لك قرا صحه. لكن اخاي انا تنقول انك تقرا كيفاش تصاوب لي لوجيسيال كتولي عالم اخر، فهمتيني؟ تتولي قدرات واحد اخر. وعاد انت شحال تدي لك الوقت هاد القرايه باش تقرا كيفاش تصاوب لي لوجيسيال ديالك الراسك البيزنس ديالك، فهمتيني؟ شحال نقولوا 6 شهور كاع، فهمتيني؟ 6 شهور غتولي تطرطق لي لوجيسيال اللي باغيهم انت، فهمتيني؟ البيزنس ديالك، حيت راه ما غاتمشيش تقرا الويب اوتوميشن كامله، يعني موسوعه الويب اوتوميشن، لا، هتقرا لي تكنيك اللي تيخليوك تصاوب لي زوتو بيلوت ديال الاي ماركتينغ فقط. داكشي صغير ضيق ومحدود، راه كون ما ضيقتي اكثر تتنجح اكثر، كون ما توسعتي وبغيتي تقرا كلشي ما تتقرا والو، ما تتمكن من والو. داك التوسع بزاف، راك تنقول النجاح، النجاح ليس في المضاعفة، النجاح في الاختزال. قلل الحوايج في حياتك، قلل الحوايج في حياتك غتنجح أكثر، أقل تساوي نجاح أكثر، يعني اهتمامات أكثر تساوي نجاح أقل. بحال تتحل بزاف النوافذ في البيس تيولي تقيل، أما فاش تحل في نافذة واحدة وتركز فيها وتخدم فيها توصل للهدف ديالك. الأخت خديجة علاش يقولوا خاص ضروري تشري إيميلات؟ أخت خديجة ما خاصش ضروري تشري إيميلات باش نكون واضح. لاخاي برودكت خويا كمل لنا دورة بطبيعة الحال اخي راني مسجلها وما راه في ليكرون كاع انا سين، نمشيو حنا كاع نحلو الدوسي اللي عندي فيه دروس البايثون. راه عرفتي شحال مسجل ديال دروس البايثون الاخوة؟ انا تنحط لكم الفيديوهات البايثون ياك، تنحطهم لكم، لكن الاشكالية اللي تنطيح فيها ان الفيديو ما تلقاش، يعني لاقي واحد تنبقى نساين. حيت شوفوا واحد القضية، يعني صراحة حشومة نحطو فيديو وما يلقاش تفاعل ونحطو موراه فيديو اخر، حيت تعرفوا ان الفيديو الجديد اللي حطيته غيقتل الفيديو القديم. فالله يخليكم، فاش نحط انا مثلا درست البايثون عطيو حقه، عطيو واحد التفاعل زويون حيت تلقى بزاف شايفينه، ولكن الاعجابات والتعليقات راه ما فهمتيني، يعني ماشي بالعدد ديال اللي شافوه. فعلى الاقل واخا نلقى غير، وحنا تنقولوا واخا نلقى غير واحد 50% من اللي شافوا الدرس متفاعلين معاه، ماشي مشكل، هانيه، حنا ما قلناش 100%. لكن علاش نضطر نبقى نتسنى عاد نطرح الدرس الموالي؟ واش نتوما تتقولوا، حيت حسب تعليقاتكم تتقولوا ان الدروس اللي تنحطهم في بايثون يعني ولله الحمد، يعني وهذا فضل من الله. فهمتيني اللي يعني فاش تشوفوا نتوما يعني الدرس وتتشوفوا وما تتفاعلش معاه، فانا راه تنكتب لكم فوز الدرس انه تفاعل اكثر، يعني تفاعل اكثر تيعطي، يعني تيعطي دروس اكثر. الاخ تكنولوجيا بالعربي، هل قناة على اليوتيوب مربحه ام لغه البرمجه؟ اخ تكنولوجيا بالعربي، شو الاخوه الله يخليكم، هذا السؤال واعر، حطوا اعجاباتكم، اللي ما بارطاجاش يبارطاجي نجاوب على هذا السؤال. واش قناة على اليوتيوب مربحه ولا لغة البرمجة؟ أنا نقول لك راك بحال تتقارن، تتقول لي مهندس دولة في البترول وفراشات الخضرة، فهمتيني؟ فاش تنقارنوا مثلا أنك واش تكون مثلا مبرمج ولا دير قناة، يكون تخصصك داير قناة على اليوتيوب وتتحط فيها، راه لا مجال للمقارنة بيناتهم، راه لا مجال لا عند العرب لا عند الغرب، باش نكونوا واضحين. هنا الاخ نبه لواحد النقطة ذهبية وانا غنشرحها مزيان، انا غنشرح لكم واحد القضية مزيان. دابا انت مبتدئ، يلاه باغي تبدا في هذا المجال وباغي دير مستقبل ديال بصح في هذا المجال، فنصيحتي لكل المبتدئ ما تمشيش لاي حاجة قد يديرها كلشي، ما تمشيش لاي حاجة قد يديرها كلشي، ما تمشيش لاي حاجة قد يديرها كلشي. علاش؟ شوف درت شي قناة في اليوتيوب، 100 مليون واحد غيتبعوك وغيديروا قناة في اليوتيوب، واحد المنافسة عقيمة كما تنقولوا، ديك الحلوة غتقسم على مليون واحد، فالأرباح غادا وتتهبط لأقصى حد.
يعني السوق اليوتيوب الادسنس داك الشيء كيدق راه هذا بزاف. البرمجه والتخصصات التقنيه اللي معمقه وزوينه وراه ماشي صعيبه. شوف فاش نهضروا على شي حاجه اللي تتطلب القرايه، شوف راه ماشي صعيبه، راه بالعكس شي انا تنعتبر البرمجه سهل من الخدمه في اليوتيوب. علاش؟ حيت القواعد واضحه، حيت علم واضح، تقنيه واضحه، الجوريتم واضح. راه ما كاينش ديك القضيه خدامه انا بالكانه ديال اليوتيوب، يوتيوب طلع الالغوريتم صافي نموت انا، هبط الالغوريتم نزيد نموت معاه وهي غاديه. لا، فاش تكون تخدم في البرمجه تكون عندك واحد الحريه كبيره بزاف من ناحيه ديال كيما تنقولوا، من ناحيه ديال اللونسمون ديالك، من ناحيه ديال التوجهات ديالك، كتكون عندك بعدا حريه في اختيار لي بروجي اللي تخدم فيهم لاقصى حد. على عكس اليوتيوب انت خدام تتنافس مع، كتلقى بنادم مثلا مقاري ما سامع وتا هو داير قناه في اليوتيوب، ما تبقاش تمشي لديك الحاجه. تنصح الاخوه الشباب اللي يلاه بادين، ما تبقاش تمشي لاي حاجه قد يديرها اي واحد ما قاريش. فالاخوه الله يخليكم وكونفيرميو لي هذه المساله، باغي دير مستقبلك ديرو في شي حاجه ديال الناس القاريين اللي ما يمكنش لاي واحد يديرها. الاخ ايصاب، هل نحتاج لتعلم الخوارزميات والرياضيات والتخصص المراد فقط التسويق والتجاره الالكترونيه؟ اخ ايصاب، الرياضيات والخوارزميات انا تنقول لك، قريتي لغه برمجه بايثون غادي تقرا لايبريز اللي غيمكنوك من الرياضيات والخوارزميات بشكل سهل وبسيط. شي انا كنقول لكم الاطفال شدوهم وقراوهم الرياضيات عن طريق بايثون حسن ما يقراوها لهم بالطريقه التقليديه. علاش؟ الرياضيات اللي قريناها الناس بطريقه بايثون، وان شاء الله ليسر لي الله شي وقت في المستقبل، يعني كان عندي شي شهر عندي فيه متسع من الوقت، غندير واحد السلسله غير استعراضيه ديال تعليم الرياضيات، يعني الرياضيات، الدوال، المعادلات، الاعداد الاوليه اللي جات في راسك، كاع داكشي، الجذور المربعه، الهندسه الفضائيه، كاع الامور بلغه برمجه بايثون. وغتلاحظ انها شحال تتسهل عليك الشغل لواحد الدرجه اللي تخيل انك داكشي ما فهمتيش بالطريقه الكلاسيكيه، بايثون خلاتك تفهمه بحال كتشوفه واقع، بحال تشوفه شي حاجه كاينه في الحياه. الاخت خديجه، انواع التخصصات في البايثون. اخت خديجه، انواع التخصصات في بايثون راه بزاف، يعني اول ما نقدش نقولهم كاملين، داكشي لا حدود له، راه كل شهر تيظهر تخصص جوج تخصصات. كل ما شي واحد طور شي تكنيك جديد في البايثون او طور شي مكتبه جديده في البايثون ممكن يولي هذاك تخصص. بحال دابا جانجو فريم ورك راه فاش بان ولا تخصص، سيلينيوم فاش بان ولا تخصص في البايثون، البابيتر فاش بان ولا تخصص في البايثون، المات بلوتليب في البايثون، راه تخصصات لا حدود لها في البايثون. باش هادشي علاش تنقولوا هانت عاوتاني هادي من السوق ديال الكودين او البرمجه، لافونتاج ديالو انه ما تيتساتوراش بقوه ما متشعب. لافونتاج ديال السوق ديال البرمجه ما تيتساتوراش حيت متشعب لواحد الحد كبير بزاف. الاخ اندرويد، ما هي المكتبات التي تدرسها في الدوره؟ اخ اندرويد، المكتبات كثيره، ليستا ديال المكتبات اللي تنقري، وما عرفتش واش سولتي في لي فورماسيون، واش في لي فورماسيون بريفي ولا في فورماسيون بوبليك. في البوبليك راه تنظن يلاه تطرقنا لشي مكتبات بسيطه، ولكن في لي فورماسيون بريفي راه داك التسلسل راه مكتبات بزاف، سلسله المكتبات. المهم راه داخل في داك الشيء بيوتيفول سوب، داخل فيه السيلينيوم، ما نهضروش على جانجو فريم ورك، حتى هو راني جايه معانا واحد لا فورماسيون جديده ان شاء الله ديال جانجو فريم ورك. الويب ابس حتى هو جاي معانا بواحد الوجه في شكل. المكتبات اللي جيت راه خصني نكتب لك ليستا ديال المكتبات. غير دابا حنا في هاد السيزون، مركزين على الماستر بروجيكت، على الماستر بروجيكت في البايثون. الاخوان دولار، خويا انا جليجه في الانجليزيه او الفرنسيه، واش نقدر ننجح في البرمجه؟ اخوان دولار، خصني نبال واحد المساله، هانتوما البرمجه ما عندهاش علاقه باللغه. علاش؟ راه هي في حد ذاتها لغه، سميتها لغه برمجه، يعني بغض النظر على الانجليزيه، فرنسيه، اسبانيا، عربيه، لغه البرمجه راه لغه قائمه بذاتها. شوف، لكن انت عندك مع العربيه وكان اللي غيقريك البرمجه بالعربيه فرك غتمكن من البرمجه. البرمجه ما مرتبطاش باللغه، البرمجه تتعتمد على ان اللي غيقريك البرمجه يقريك البرمجه باللغه اللي انت تتفهمها. فاش تتمكن في البرمجه تتعرف ان البرمجه راه ما عندهاش علاقه باللغات.
بعيدة على اللغات، حيت هي لغة بوحدها رسميتها لغة برمجة، داكشي علاش هي بعيدة على اللغات. يعني انت كما قلتي ما تتعرفش، يعني ما متمكنش في الانجليزية او الفرنسية، واش تقدر تنجح في البرمجة؟ تقدر تولي بروفيسيونيل في البرمجة. علاش؟ حيت خصك تتعلم الكلمات ديال البرمجة، الأوامر ديال البرمجة، الفانكشن يعني الدوال ديال البرمجة، اللي هما الكلمات ديال ديك اللغة البرمجية. ما محتاجش تتعلم الكلمات مثلا ديال الإنجليزية أو الفرنسية أو لغة أخرى.